الأخيرة لثامن الأشواط منافسة 1600 متر تم استبعاد أسعدي من المشاركة في هذا الشوط. إذن فرسين في مواجهة 15 من الحصن و17 راس بعد استبعاد أسعدي في شوط مفتوح الدرجات. ينطلق هذا الشوط برتم متوسط السرعة. هنا نشاهد وجه الرياض ينطلق في هذه اللحظات إلى أول المراكز في متابعة من شاكي إلى ثاني المراكز، والمحاولات في المركز الثالث من زهاد يحاول التقدم، بينما أشاهد محمد سعيد يستحث حصان الأحمر ودمان للتقدم في هذه الأثناء. ونشاهد أيضا المحاولات من زهاد لخطف السياج ينجح في ذلك. إذن إلى ثاني المراكز وجه الرياض، محاولات في المركز الثالث من الأحص وكذلك المذير للتقدم في هذه اللحظات. متابعينا الكرام، فيما ثنائي الأبيض في المركزين الخامس والسادس شاكي ومؤهل وودمان في المركز السادس، الجميع يدفع. أرسيليا قادمة بكل قوة أيضا في هذه الأثناء. وهنا زهاد لازال مسيطر على السياج، ينطلق إلى المركز الأول وجه الرياض ثانيا والأحص في المركز الثالث. المنعطف الأخير، الخط المستقيم، زهاد يبدأ إلى المركز الأول فيما مؤهل، يأتي بكل قوة إلى ثاني المراكز من خلفه، ومحاولة ولات أيضا من الأحص في ثالث المراكز، ولا زال زهاد يقود السباق متصدر حتى الآن. ينطلق المئة متر الأخيرة وزهاد لا زال مسيطر، دخول من الأحص وكذلك أرسيليا، منافسة قوية في الأمتار الأخيرة إلى خط النهاية. أرسيليا تباغت وتسجل الفوز الثالث في سجلها السباقي. إذن أرسيليا ابنة كازينيو هوست لابن عبد الله سعد الفراج، دربات عبد الله الفراج والقيادة الحمزة سعد. ألف مبروك.